أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. الهيئة للمطالبة بتوفير الخدمات، ناشطو كركوك يهددون بتنظيم مظاهرات شبيهة بتظاهرات الجنوب. المدى كوبيتش: العراق يحتاج إلى رئيس وزراء قوي. في كتابات: مخاوف تضرب الأسواق العراقية من تداعيات العقوبات على إيران. في الجزيرة نت: إردوغان: نتعرض لحرب اقتصادية وعلينا مواجهتها. في العرب الجديد: نتائج الانتخابات العراقية على صيغتها القديمة، تسوية أهون الشرين. في القدس العربي: الأمم المتحدة تقارير موثوقة عن احتجاز الصين لمليون من الإيغور في معسكرات سرية. والختام مع الحياة وفيها: ترامب وماكرون ناقشا الأوضاع في إيران والشرق الأوسط والتجارة. ومن فقرة العناوين إلى فقرة المقالات، والبداية مع هذا المقال: المرحلة المقبلة تشير إلى انتقال الصراع الأمريكي الإيراني لاعتبار العراق مصدراً لتعويض الخسائر الأمريكية عن تكاليف الاحتلال، مع ما يقابلها من مصادر ترميم للخسائر الإيرانية. مواقف جراء العقوبات الأمريكية: الأحزاب والميليشيات وزعماء العملية السياسية في العراق من العقوبات الأمريكية على نظام ولاية الفقيه، وتباكيهم وتعاطفهم مع أثار العقوبات على المواطن الإيراني البسيط، تعيدنا إلى أوراق تلك الشلة من الحصار الدولي على شعب العراق وتبريراتها لاستمراره وتشديده رغم أعداد الضحايا من الأبرياء نتيجة لنقص الغذاء والدواء، حتى أن بعضهم رأى في الخسائر البشرية الهائلة ثمنا مقبولا على طريق الحرية وأهداف إزالة النظام، بحسب الكاتب حامد الكيلاني في مقال نشرته له صحيفة العرب اللندنية. تم احتلال العراق من الباطن بالأحزاب الإيرانية تلافياً لمرافعات شكلية في القانون الدولي، وما يتسبب فيه الاحتلال المباشر من إحراج للدول الكبرى والمنظمات الأممية، وما يدلل على الاحتلال أوجه التشابه التي تصل إلى حد التطابق بين ممارسات نظام الملال في طهران وبين ممارسات النظام السياسي في العراق، إلا أن العراق أريد له أن يكون منصة إيرانية متقدمة للمناورة مع العالم في قضية الإرهاب، وبتوظيفه كأداة لتجاوز الإدانة والعقوبات مع واجبات حضور الاجتماعات العربية والدولية لطرح ما يخفف من الإجراءات أو يعطلها أو يخلط فيها الأوراق. نظام ولاية الفقيه له ما يماثله في العراق، والميليشيات منها الحشد تؤدي دورها كذراع مطيعة للحرس الثوري، وترفع رايات الفتنة الطائفية وصور الخميني وخامنئي مع صور المراجع المذهبية في العراق. والنظام في العراق يسخر دماء العراقيين لخدمة مشروع ولاية الفقيه، كما سفك نظام طهران دماء الإيرانيين طيلة 40 سنة من سلطة الملالي. ويضيف الكيلاني قائلاً: إن تبديد الثروات علامة فارقة في فساد النظامين، أي العراقي والإيراني، وفي تجويع الشعب ونقص الخدمات والبطالة. حتى في التظاهر والاحتجاجات تحاول المرجعيات المذهبية كما رجال الدين ركوب موجة الغضب، وتقدم نفسها كمصدر إلهام للثورة على الأداء الحكومي، وكما تفعل الأحزاب الطائفية وقادة الميليشيات عندما يعترفون بالفشل، وأيضا التشابه في إجراءات احتواء انتفاضة الشعوب الإيرانية وانتفاضة شعب العراق ببحثهم عن حلول فردية باستقالة وزير أو مدير مصرف أو إحالة ملفات قديمة
إلى القضاء. آفة الحديث الكذب وآفة العلم النسيان، مقولة ملأى بالحكمة وتصويب لمواطن الخلل في السلوك الذاتي للإنسان. متحضرة ومتخلفة، بليدة وعبقرية، وفي مجتمعات ما يطلق عليه اصطلاحا بالعالم الثالث أو العالم النامي، أو في أحيان أخرى نقول عنه استدلالا بالعالم النائم. ومنها مجتمعنا العراقي المبتلى بشتى الأمراض ومختلف المحن والنوائب، مثال حي على شيوع حالتي الكذب والنسيان وما يلتحق بهما من مصائب ومشكلات يصعب خاصة عند حصرها وتبويبها رجل الدين والسياسة في العراق. مقال عن تخبطات السياسيين ورجال الدين نشرته صحيفة الزمان العراقية للكاتب ماجد عبد الرحيم. وإن من تهمة قراءة الشعارات الرنانة والطنانة التي تطلقها تارة أمانة بغداد في قولها نحن هنا لأجل خدمتك فتعاون معنا، وشعار الشرطة القائل الشرطة في خدمة الشعب، والشعار الكبير الذي يحتل واجهات الكتل الكونكريتية المرافقة لنقاط السيطرات العسكرية والمعبر عن الحالة الحضارية احترم تحترم، جميعها شعارات تحتاج إلى من يعمل بها لكي نقول بأن أمانة بغداد وفرقها الخدمية يؤدون عملهم بسرعة ودقة عاليين، ونقول إن الشرطة تخدم الشعب دون أن نرى الشرطي يتقبل الرشا فينحاز إلى جانب الباطل وينسى القانون أو يتناساه ويبتز المواطن البسيط في مركز الشرطة أو يحارب سائقي السيارات في أرزاقهم. والسيطرات العسكرية نحتاج منها أن تغلب المزاجية عند بعضهم ونشوة السلطة التي وضعت بين يديه فيسيء استعمالها لإذلال مستخدمي الطريق العام والخروج عليهم بتقاطيع وجه حادة وكلام لا ينم عن احترام وكأنه يصادف عدواً في الطريق وليس ابن جلدته ومن دمه ولحمه. علينا جميعاً وفي أي مرفق حياتي أن نعيد النظر في تصرفاتنا اليومية وأن يتطابق قولنا مع فعلنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، وأن الصدق هو مفتاح كل شيء حسن والكذب هو مفتاح كل رذيلة، وأن من ينادي بالحقوق ويطلق الوعود للوصول إليها يتوجب عليه ألا يخل بالتزامه، ومن يقول عن نفسه بأنه ممثل عن الشعب ومن الشعب في قبة البرلمان والحكومة عليه أن يكون صادقا وألا مع نفسه ومع الآخرين يضع وعوده على قالب الثلج الذي يغرينا ببرودته في صيفنا القائض، ثم لا يلبث بعد وقت قصير أن يختفي هو وما كتب عليه أدراج المجاري للأسف. لم تعد الانفجارات الناجمة عن حرائق أكداس العتاد المنتشرة قرب المناطق السكنية أمراً مثيراً أو نادراً الوقوع في هذا الصيف، إنها ظاهرة وقعت عدة انفجارات نتذكر منها الحسينية في مدينة الصدر العائدة للتيار الصدري وفي دهوك وأربيل وسليمانية للبشمركة وكذلك في محافظة نينوى، وأخيراً ليس آخراً في كربلاء الكيدس التابع لإحدى فصائل الحشد الشعبي والذي تطايرت صواريخه لمناطق بعيدة عن فوضى انتشار السلاح. هذا ما كتبه ماجد زيدان في موقع كتابات. لقد تصدع رأسنا بادعاءات حكومية تؤكد أن السلاح حكر بيد الدولة، تؤيدها جهات مقصودة بهذا الكلام وتعلن أن سلاحها بيدها بعلم الحكومة وتحت سيطرتها وتحملها مسؤولية انتشاره، ولكن هذا الادعاء لا يصمد في الواقع العملي. للأسف الدولة عاجزة عن إنجاز ذلك وإخضاع جميع التشكيلات تحت طائلة المسؤولية وإنهاء استقلاليتها التي باتت مؤذية وفق القانون وسحب هذا السلاح فعلا وتخزينه بصورة نظامية وإخراجه من المدن ومعرفة كل شاردة وواردة صارت ضرورة قصوى.
المشكلة أن هذه القوى لغاية الآن لم تنتظم في إطار قانون ينظم أمورها ويوحدها ويدمجها مع بعضها البعض أو مع القوات المسلحة، وهذه مسألة لا بد من حسمها ووضعها على رأس الأولويات. إن القوى التي تمتلك أجنحة مسلحة من الناحية العملية لم تتخلص منها وما زالت تديرها فعلياً وتتلقى أوامرها منها، وهذا ما يثير قلق أغلبية شعبنا ويتخوف من استخدامه في غير موضعه ولتحقيق أهداف سياسية ضيفة وفي النزاعات الاجتماعية. يتابع زيدان: رغم الفوارق بين هذه الحوادث إلا أن كل هذه المستودعات على ما يبدو لم تكن نظامية، وطريقة تخزين ليست احترافية ومهنية، إلى جانب أن الجهات المسؤولة عنها لم تقدم تبريرا لماذا هذه المستودعات تقع في مناطق سكنية وأماكن العبادة وليست عسكرية، ولا هي تحت سيطرة الجيش الذي يمتلك الخبرة في كيفية تأمين المخازن التي تحتوي على العتاد وطرق إنشائها وفق مواصفات خاصة. نتائج الانتخابات العراقية على صيغتها القديمة هي تسوية أهون الشرين بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد للكاتب سلام الجاف، إذ مررت مفوضية الانتخابات العراقية والتي يتولى إدارتها فريق قضائي مؤلف من 9 أشخاص تم انتدابهم لتولي مهام التحقق من نزاهة الانتخابات، مررت نتائج عملية الاقتراع دون تغيير عن النتائج السابقة. وأفضت التغييرات في مجملها إلى استبدال 3 أعضاء مكان 3 آخرين من نفس الكتل في الأنبار وصلاح الدين، واستبدال عضو واحد من تحالف بغداد ومنح تحالف الفتح مقعده في بغداد، وهو ما يعادل تغييراً بنسبة 1% فقط من النتائج السابقة. ووفقاً لهذه النتائج فإن تحالف سائرون التابع للتيار الصدري يبقى الأول بواقع 54 مقعداً، يليه تحالف الفتح الجناح السياسي لميليشيا الحشد الشعبي بواقع 47 مقعداً، ثم النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بواقع 42 مقعداً، تليه كتل دولة القانون بزعامة نور المالكي والوطنية بزعامة أياد علاوي والحكمة بزعامة عمار الحكيم بنتائج متقاربة بين 20 و25 مقعداً لكل من هذه التكتلات. وتعليقاً على النتائج، قال وزير عراقي رفض الإفصاح عن اسمه في حديث مقتضب مع العربي الجديد إن أي تغيير في حجم الكتل كان ليتسبب بأزمة أكبر، مبيناً أن هناك إجماعاً على خطورة إلغاء الانتخابات واعتماد نتائجها رغم الخروقات وشكوك نزاهتها. وكشف أن المرجعية الدينية في النجف استعجلت اعتماد النتائج والذهاب للحكومة الجديدة بفعل ضغط التظاهرات والخوف من تطور الأزمة الإيرانية الأمريكية وتحول العراق إلى ساحة صراع رئيسية لها، وسيكون الأمر أسوأ في حال لم تكن هناك حكومة كاملة الشرعية. ويتابع سلام الجاف في مقاله المنشور في العربي الجديد إن كتل النصر وسائرون والفتح والحكمة قد قبلت بنتائج الانتخابات وقررت عدم الطعن بها مجدداً مقابل رفض كبير للنتائج من قبل الجبهات التركمانية والأحزاب العربية في كركوك وتحالف الأنبار هويتنا في الأنبار وقلعة الجماهير في صلاح الدين وتحالف بغداد في العاصمة، وتنوي القوى المعترضة تقديم طعون جديدة يوم السبت لمجلس القضاة المنتدب. سوريا أمام خيارين، إما أن تكون جمهورية الأسد انطلاقاً من الوقائع الراهنة حيث استعاد الأسد السيطرة على أجزاء واسعة مقابل انهيار مكونات المعارضة بما يعنيه ذلك من إدارة روسية لشؤون البلاد، أو سوريا جديدة عبر عملية انتقال سياسي سلمية بتعاون إقليمي ودولي تحضيراً لاستحقاقات المرحلة القادمة، وبخاصة إعادة الإعمار وعودة اللاجئين بحسب مقال نشرته صحيفة الحياة
للكاتب غازي دحمان. تدرك روسيا أنها أمام مرحلة التفاوض هذه ستواجه قوى دولية خبيرة ولديها اشتراطات ورؤى مختلفة، وبالتالي يستدعي هذا الوضع رفع سقف التفاوض بدرجة كبيرة، ولا بأس أن يكون بحجم تسليم الأطراف الدولية والإقليمية ببقاء الأسد في السلطة وحقه في الترشح للانتخابات المقبلة مقابل تقديم إغراءات للدول الغربية على وجه الخصوص في ملفات لا تؤثر كثيرا في سلطة الأسد، كأن يتم الاعتراف للأكراد بالحكم الذاتي أو صناعة عملية سلام بين نظام الأسد وإسرائيل، أو حتى إغراء الأطراف الإقليمية والدولية بالفوائد الاقتصادية المتخيلة نتيجة إعادة تنشيط طرق التجارة الإقليمية العابرة لسوريا، أو الازدهار الاستثماري الناتج عن إقلاع عملية إعادة الإعمار. بالمقابل يبدو أن الموقف الدولي ما زال متماسكا في مواجهة السياسة الروسية، حيث ترفض الدول الفاعلة الانخراط بالخطة الروسية الداعية لإعادة تأهيل نظام الأسد، كما ترفض محاولات روسيا تلزيم المجتمع الدولي عملية إعادة الإعمار في سوريا. وقد كان كلام السفير الفرنسي في مجلس الأمن بأن الدول الغربية ترفض المساهمة في إعادة الإعمار ما لم تحصل عملية انتقال سياسي، بمثابة رسالة تأكيدية لروسيا أن المواقف لم تتبدل بعد. يتابع دحمان في مقاله المنشور في الحياة: من سيفوز بهذا الصراع، جمهورية الأسد أم دولة سورية للجميع؟ هذا ما ستحدده مجريات التفاوض في المرحلة القادمة. هنا يتوجب على المعارضة السورية أن تلعب دورا رفيدا أو رديفا للجهود الدولية والإقليمية، وأن تكون بحجم هذه المهمة بما يتطلبه ذلك من تجهيز ورشات قانونية وسياسية وإعلامية لتدعيم عملية ولادة سوريا الجديدة والخلاص من جمهورية الأسد التي تنذر بمستقبل قاتم للسوريين. في القدس العربي، قالت لجنة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الجمعة إنها تلقت تقارير كثيرة موثوق بها عن احتجاز نحو مليون فرد من أقلية الإيغور المسلمة في الصين، محجوزون فيما يشبه معسكر احتجاز ضخم محاط بالسرية أو بالسرية. وأشارت جاي ماكدوغل، وهي عضو في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، أشارت إلى تقديرات تقول إن نحو 2 مليون من الإيغور والأقليات المسلمة أجبروا على الدخول في معسكرات لتلقين سياسي في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم في غرب البلاد، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة القدس العربي. لم يدلي وفد صيني مؤلف من نحو 50 مسؤولا بتعليق على تصريحاتها خلال اجتماع جنيف المقرر مواصلته يوم الاثنين. وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على تويتر إنها شعرت بقلق عميق بسبب التقارير التي تحدثت عن استمرار قمع الإيغور والمسلمين الآخرين في الصين. وأضافت البعثة: ندعو الصين إلى إنهاء سياساتها التي تؤدي لنتائج عكسية والإفراج عن كل المعتقلين بشكل تعسفي. وجاءت هذه المزاعم من عدة مصادر، من بينها جماعة المدافعون الصينيون عن حقوق الإنسان التي قالت في تقرير الشهر الماضي إن 21% من كل حالات الاعتقال المسجلة في الصين في 2017 حدثت في منطقة شينجيانغ. ولكن ماكدوغل قال إن أفراد طائفة الإيغور والمسلمين الآخرين يتم التعامل معهم بوصفهم أعداء الدولة، وذلك فقط على أساس هويتهم العرقية والدينية. وأضافت أن أكثر من 100 طالب من الإيغور اعتقلوا بعد عودتهم إلى الصين من دول من بينها مصر وتركيا، وقد توفي بعضهم أثناء احتجازه. في التقرير المنشور في صحيفة القدس العربي أيضا، فإن الصين حولت منطقة الإيغور ذاتية الحكم إلى ما يشبه معسكر تدريب ضخم وأحاطته بالسرية
باعتباره منطقة بلا حقوق باسم مكافحة التطرف الديني والحفاظ على استقرار المجتمع. قرر أغنى شخص في المملكة المتحدة مغادرتها والانتقال للعيش في موناكو الفرنسية بعد شهرين فقط من حصوله على لقب فارس من قبل الملكة إليزابيث مقابل خدمات رجال الأعمال واستثماراته الداعمة. وجيم راتكليف مؤسس ورئيس شركة إنيوس العملاقة للكيماويات هو أغنى رجل في المملكة المتحدة. وقرر راتكليف مغادرة البلاد ليتهرب من دفع ضرائب هائلة على ثروته التي تبلغ حالياً 21 مليار جنيه استرليني، أي نحو 27 مليار دولار. ولطالما كان راتكليف يشكو من نظام الضرائب الذي تفرضه بريطانيا على رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات، فقرر ترك البلاد لحماية ثروته. يترك بلاده ليحمي نقوده. الآن نذهب وإياكم إلى فقرة الكاريكاتير. يا لها من رسومات مؤلمة واقعية تعبر عن فداحة الواقع الذي نعيش. وصلنا إلى ختام برنامج صدى الأقلام. إلى اللقاء.